بروح على آخر تقرير فكاهي حلو جميل. سعودي يروي قصته في مصر. مع البلطجية الموجودين هناك. بأسلوب سعودي مصري حلو. أعطوني. اسمعوا في 2004-2005 في حي أكتوبر في القاهرة. كان فاضي في الحي الأول عند الأرنب الجائع. أكيد والله لا أحد من عيال مصر حيفهمني يعني. ما في كلها 6-7 عماير عظم وعمارة واحدة المبنية. ليل مدخر الساعة 3. فطبعا أنا جيت دخلت من عند الأرنب الجائع. هذا كشك اسمه الأرنب الجائع. الدنيا ظلام، ما في صريخ ابن يومين. بص أنا لسه واد كتكوت دوبي واصل مصر. لسه كنت حتى أنحف من كده، كنت مسمسم يعني يا دوب وبقول بسم الله يعني. وفجأة حين إذ يطلع لي واحد بالمطوهن، طلع كل اللي معاك يجيني واحد تاني في وجهي. خلصت بكمت بقول لك طلع كل اللي معاك، طلع كل اللي معاك. انا ما ماني خلاص. فجأة ربنا كده يا جماعة الخير، والله من الله، من الله كده شيء نزل لي كده. قلت له هو ينفع اللي انت بتعمله ده يا كابتن؟ سايب كل الخليجة اللي هنا في الحي وجاي على صاحبك وحبيبك ابن حتتك. انا ما معيش حاجة، لو معي حديك. اداني القفا الاول. طع انت منين يا ياض؟ قلت له من طنطا. انا من طنطا مش باين ولا ايه؟ وبعدين انا ابويا فلاح، انت سايب السعوديين والكويتة وجايين انا. صاحبه بيقول له مصطفى ده باين عليه بجد الفلاح ما معهوش حاجه. اجري من هنا يا اجري اجري يا. خدت القفا من هنا وقلت له شكرا، ويا ريت ما قلت شكرا لان بعد شكرا خدت شلوك في المؤخرة في ال... والله اي. رحت الشقة وقفت قدام المراية، سقفت لنفسي قلت انا اقنعت البلطجي ان انا مصري. يش وهو والله لو ده دخل يده في جيبه اللي ورا محل ما اداني الشلوك. طلع الجواز الاخضر وكنت حتشبشب وتقطع.